تزوجنا هي هذيك زاد خلاني وزاد يلا طاح لي الدري عندي في كرشي بشهر. شفتو ولا عرفتو فين كاين؟ حتى النمرة التليفون حتى لاكارت ما بقاتش عندي لا ديالو لا داكشي، كلشي هزو وداه وزاد. اليوم الان لا كنشوفو ولا كيعرفني ولا كنعرفو. ما خليت في سولت عليه، ما خليت في المدينة، ما خليت في اي بلاصة في ما كيقولوا لي راه كيكون هنايا هنا، وانا تابع كنسول كنسول ما كاين والو. واحد العالم مقطع من السما وجيت الارض مقطع، عنديش 4 دريال، انا ما فاطره ما مغديه، وانا في السبيطار كيعطيوني الناس ناكل، ما كاينش اللي كيجيب لي حتى تبعني انا ولا تفهم لك الصدان، من غير الناس ديال السبيطار اللي مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. تلقي اتصال من عند الأخت فاطمة. فاطمة عندها حوالي 39 سنة، هي من تاونات، تزوجات، جات للدار البيضاء تبحث عن حياة سعيدة شأنها شأن أي مغربي أو مغربية، إلا أن الزوج له رأي آخر. مشاهدينا الكرام، فاطمة من اللي حملات في لحظة من اللحظات ما بقاتش لقات الزوج. شوفوا معايا كيفاش فاطمة كتهضري معايا وكتبكي. واخا عاودي ليا من الأول، كيفاش تزوجتي؟ كيفاش تولدك تزاد الراجل ما بقيتي لقيتي؟ السلام عليكم اخوتي الحاضرين واللي غايبين اللي كيشوفني ومشاهدني ان شاء الله. اخويا الراجل تزوجت بيه، خطبني، شافني، بغيتو، بغاني، ايوا سيدي كرا ليا، صافي تزوجنا هي هديك زاد خلاني وزاد يلا طاح لي الدري عندي في كرشي بشهر. سيد زاد اليوم الان لا شفتو ولا عرفتو فين كاين، حتى النمره التليفون حتى لاكارت ما بقاتش عندي لا ديالو لا داكشي، كلشي هزو وداه وزاد. اليوم الان لا كنشوفو ولا كيعرفني ولا كنعرفو. ما خليت في سولت عليه، ما خليت في المدينه، ما خليت في اي بلاصه في ما كيقولوا لي راه كيكون هنايا هنا، وانا تابع كنسول كنسول ما كاين والو. ما خليت سولت العائله، ما عندوش العائله اللي كيقول لك، نقول له مو ولا كيقول لك مو راه ماتت، راه ما كايناش مو، راه ما كاينش، ما كاينش اللي عطاني خيط ابيض. عرفتي وراني معتبه شويه مع هاد الوليد، مريض واخ الولد عندك مريض، عاودي لي عليه. مريض مريض، انت شوف الميكروب، انتوما الميكروب، انتوما عنده ميكروب، ما عرفتي ناس في السبيطار، ناس في السبيطار شوف. وانا حاليا مريضه، انا عندي يدي ما كنقدش نهز، وما كنقدش نخدم بيه، ما نقد نعجن بيه، ما نقد ندير بيه حتى حاجه، لا ميناج لا خدمه لا والو. راني واحد العالم مقطع من السما وجيت الارض، ما قدرتش لك اخويا. وهاد الوليد عذبني في السبيطار من شهر ديال قبل شهر واحد اللي داز، شنو داك الشهور اللي قبل واحد داك شهر 12، من 12 لواحد لجوج لثلاثة حتى اليوم الان رمضان، وانا ناعسه كنعسو في السبيطار. ها هما الورق ديالو ديال النعاس ديال السبيطار، ملي كنجي نعس وما عندي لا راميد لا والو، ميت الراميد كيعذبوني حتى في السبيطار كنتعذب. انا راني معذبه في السبيطار، معذبه في كل شيء. هاك حل لي هذه، انا يدي مريض ما كنقدش، قول لي تخلصي 80 ألف ريال لهاد الوليد، قال لي تخلصي 80، قلت له ولدي كيموت عزمها فيهم جيبها لي السبيطار. الله يحاسبني، الله الناس اللي شافوني راه ما يعرفوني. قلت الخلف لي الله كيس، قلت سيدي انا ما عنديش 4 دريال، انا ما فاطره ما مغديه، وانا في السبيطار كيعطيوني الناس ناكل، ما كاينش اللي كيجيب لي حتى تبعني انا ولا تفهم لك الصدان، من غير الناس ديال السبيطار اللي تما داك المرضى، والناس اللي كيصيبوا السبيطار كيعطوني داك الصب ولا داك الشيء باش نعتق مابل. قلت له انا ما عنديش باش نعتق مابل، وانت كتقول لي خلصي 80 ألف ريال. قال لي الراميد، قلت له ما عنديش، ميت الراميد ما عنديش، والدري ما عنديش داخل في الراميد، كان غير انا. مشى هاد الوريقه هادي النيت عطاني بيها الوريقه، قال لي سيري بنتي، من بقيت نبكي ونتكشكش في السبيطار عطاني هاد الوريقه، قال لي سيري راه بيها تخرج الوليد. خرج داك الوليد، خرج الوليد، خرجوا لي طريت مواد ديال الدواء شحال، طريت مواد بزاف ديال الدواء، طريت مواد. انا نوريك واحد الورقه اللي كان
الثمن ديالها ما عرفتيني واحد لكن هاد الورقه اللي كنشوف، هاد الوريقه اللي عطوك هذا التزام، داروا لك فيه التزام بان كنت مازال خصك تخلصي هادشي. ما عرفتش انا ما قاريش باش نقول لك واش نخلصو ولا ما نخلصوش. صافي راني مرض حاليا، كنت عصبت واللي كنمشي عنده كيقول لي سيري تخلصي، طلع عند هادي سيري تخلصي النهار كامل وانا وليدي في الدين. دابا الدري كيفاش الوضع دابا؟ داوى شويه ولا با؟ ناقص الوزن ديالو ناقص. اصلا دابا هاد الشهر هادي راه كلهم الجيران شافوه نقص ليا في الماكله، ما كياكلش كيبغي. الميكروب اللي قلتي فيه بدا يحيد ولا لا؟ لا دابا بدا كيبس شويه من يدو الحبوب، داك الشيء في الحبوب في يدو بدا كيبس. ولا مني خصو الدواء قال لك خصك تكبلي تكملي له طريط مواد ديال الدواء تكمليهم. الدواء ما عندكش؟ ما عنديش. ها هما الورق، شحال من ورقه ما مشرياش. هنايا هنا انت كاريه في البيت؟ اه كاريه في كل شيء، في الكوزينه وفي كل شيء. شحال كاريه هنا؟ كاريه قال لي تقريبا 14000. ولا مسكين نقص ليا كره لي ب 12 و 12 انا باش نخلصها فين هي 12؟ هو الجار دابا كاين ما كاينش 12. فين الضو ما جاتني 4000 ريال وانا مني غيجيني هذا الماء والضو باش نخلصوا فين تجيني انا الكره؟ انت الوالدين ديالك بعاد عليك ما كاينينش. ميتة ميتة الوالدين، ما عنديش، عندي الله سبحانه وتعالى، ما عنديش الباب اللي ندق عليه. اختي فاطمه الله يفرج عليك يا ربي. شكرا لك مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا صراحه الامور واضحه. هي مسكينه القصه كلها كتعاود فيها وهي كتبكي. الزوج في لحظه من اللحظات اختفى، اسباب والمسببات القمه في الغرابه. عند هذا الوليد مريض، ما حيلت للطبيب ديالو كيفاش غادي تخمم كذلك المستلزمات اخرى اللي هي واجب الكلى خاصها تاديه، الضوء والماء. مشاهدينا الكرام، تنطلب الله عز وجل وكل من ساهم او ساعد من اجل الاسهام في الفرح والسرور لهذه الاخت على وجه هذا الوليد، اجره محسوم عند الله عز وجل. مشاهدينا الكرام، انا غنوضع رقم الهاتف ديالها، وكما اقول دائما لا صله لنا بالشق المالي، غادي نوضع رقم الهاتف ديالها والله عز وجل هو اللي كيخلص المحسنين. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.